السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن موضوع أجاني عليه أسئلة كثير كثير. Picture Profile. أهلا فيكم مرة تانية، معاكم سفيان الأطرش، مصور وصانع محتوى، بتكلم عن التصوير وعن أشياء ثانية كمان. إيش أحسن بيكتشر بروفايل ممكن إنك تستخدمه على كاميرات سوني؟ البيكتشر بروفايل هي قائمة موجودة من ضمن قوائم الكاميرا بتساعدنا على إن نحدد الخصائص تبعت الصورة اللي بدنا نحصل عليها من الفيديو. بهاي الإعدادات ممكن إن نحصل أفضل صورة ممكن نحصل عليها من المستشعر أو السنسور تبع الكاميرا. راح أحاول إني أبسط الموضوع بشكل كبير عشان ما ندخل في تفاصيل علمية كثير. في فيديوهات موجودة كثير في اليوتيوب فيها تفاصيل علمية كثير وشرح مفصل للموضوع هذا، ومن ضمن المصادر راح أترك لكم ورقة PDF موجود فيها تفاصيل عن الموضوع بشكل أكبر، لكن أنا راح أتناول الموضوع بشكل مبسط. إحنا بنعرف إنه السنسور تبع الكاميرا مهما كان كبير فول فريم إلا إنه بضل قاصر على إنه يجيب كل التفاصيل اللي موجودة في مناطق الهايلايت ومناطق الشادو، خصوصاً مناطق الهايلايت. فلذلك سوني عملت ألغوريثم أو برنامج على أساس أنه قلل هذا الفرق اللي حاصل عندنا في الديناميك رينج بين مناطق هايلايت ومناطق الضلع. والآن خلينا نشوف المنيو وكيف شكل المنيو وإيش الإعدادات اللي موجودة. في القوائم عندنا في الكاميرا عشان نوصل للبيكتشر بروفايل بدنا نروح لعند القائمة الأولى في الكاميرا، بعدين نروح على بيكتشر بروفايل في الصفحة 12 من 14. بنلاقي من ضمن الخيارات اللي عنا اما انه اوف بي بي اوف يعني بيكتشر بروفايل اوف او واحد من هذه الخيارات. هذه الخيارات كلها عبارة عن انها صفحات انت بتقدر تسجل عليها البيكتشر بروفايل اللي انت محتاجه، ما في شيء محدد او يميز اي واحد من هدول الا القوائم اللي موجودة في الداخل. فعشان ندخل عليها بنمشي سهم يمين، ثبتنا كامل الاعدادات صفر على الديفولت، يعني مثلا البلاك ليفل صفر، البلاك جاما حكينا على الميدل، الني خليناه اوتو، الكلر مود هذا اللي راح نغير فيه، والجاما كمان راح نغير فيه، الساتوريشن على الصفر، الكلر فيز على الصفر، الكلر ديبث كله صفر، الديتيل خليناه على الصفر. طبعا هذا كوبي وريست عشان انك ترجع على الديفولت تبعه. هيك احنا شفنا المنيو تبع بيكتشر بروفايل. بفضل واحد من الكاستم بوتون مبرمج على انه يفتح لك القائمه تبعت البيكتشر بروفايل. انا عاده بكون حاط الزر اللي هو C3 في حاله الفيديو، في حاله الصور ما بكونش حاط اي بيكتشر بروفايل. طبعا اجمالا بيكتشر بروفايل ما بياثر على الصور اذا احنا كنا بنصور رو. وعشان ما اطول الموضوع حبيت اني اتناول الموضوع بطريقة عملية، فصورت 7 مقاطع كل واحد فيهم بيكتشر بروفايل مختلف على اساس ان نشوف ايش الفرق بينهم. في كل هاي الحالات انا وحدت اعدادات تبعت الكاميرا. انا كنت بصور 24 فريم بير سكند 4K وايت بالانس 4200 كلفن، 1/50 شتر سبيد، الابتشر 4 والاي اس او 800. خليت الاي اس او 800 لانه في بعض البيكتشر بروفايل مثل الاس لوج ما بتقبل اي اس او اقل من 800. بعد ما حضرت كثير فيديوهات عن الموضوع، قرأت البيبر الموجودة كاملة، فحصرت افضل الاحتمالات في هذه 6 حالات. خلينا نشوف الفروقات بين هاي الحالات كلها. هذا المقطع الاول البيكتشر بروفايل اوف. الان انا اتعمدت انه يكون الاضاءة كلها جاية من اتجاه واحد عشان نشوف كيف توزيع الاضاءة عند الاضاءة الرئيسية هاي والاضاءة اللي في الخلفية اللي موجودة هون، عشان تشوفوا تدريج الاضاءة على الجدار، على سكين تون، على اللون الابيض، على اللون الاحمر. هذه الكيس رقم 2 او اللي هو المقطع الثاني، استخدمنا فيه اس لوك 2 مع كلر مود اللي هو اي تي يو 709 ماتريكس. هذا المقطع الثالث اللي استخدمنا فيه الجاما كان اس لوك 3 والكلر مود اي تي يو 709 ماتريكس. فخلينا نشوف كيف توزيع الاضاءة فيه بيكون وكيف الفرق بين اعلى منطقة اضاءة مع اعلى او اكثر منطقة ظل. هاي الكيس رقم 4 HLG واستخدمنا الكلر مود كان اللي هو 709. HLG تحديدا HLG والHLG 3 الكلر مود فيها بيكون فقط نوعين، اما انه BT2020 او 709. BT2020 راح نلاحظ انه اللون بيميل للاصفر اكثر من الاحمر، ال 709 بيميل للاحمر.
الآن الكيس هذه HLG مع 709 الكلر مود، فعشان نشوف كيف اللون راح يكون مفروض انه مايل للون الاحمر خصوصا السكين تون. هذه الكيس الخامسة او الحالة الخامسة اللي احنا اقترحناها اللي هي HLG3 مع الكلر مود اللي هو BT2020. والان الحالة السادسة اللي استخدمنا فيها الجاما كان سينا 2 كلر مود ITU709، والان الحالة الاخيرة اللي استخدمنا فيها اللي هو سينا 4 والكلر مود اللي هو نفسه ITU709 ماتريكس. انت مش مضطر انك تستخدم البيكتشر بروفايل من حيث المبدا، انت ممكن تصور بشكل طبيعي بدون اي بيكتشر بروفايل والفيديو يكون جميل وما فيش اي مشاكل، لكن ممكن تنحط في كيسز مثلا انك عم بتصور في الشمس هاي كونتراست، مناطق الظلال قويه، مناطق هايلايت محروقه تماما، ممكن انت تضطر انك تستخدم هذا البيكتشر بروفايل. من المهم انك تكون عارف اي بيكتشر بروفايل انت تستخدم لازم تعمل عليه بروسيسنج، يعني ما بينفع انه انت تسلم الشغل زي ما هو خام. الاس لوج 2 والاس لوج 3 بتحتاج شغل اكثر في المعالجه في الالوان من الباقي البيكتشر بروفايلز الثانيه. انا شخصيا بعتمد على اني استخدم HLG السينا 4 او السينا 2 لانه ما بتحتاج الشغل زي الاس لوج 2 والاس لوج 3. راح اترك لكم في صندوق الوصف تحت ايش السيتنجز اللي انا بحطها لما بدي اصور فيديو بالنسبه للبيكتشر بروفايل، مش اشي ثابت دائما بستخدمه. اذا جربتوا اي بيكتشر بروفايل كمان اكتبوا لي في التعليقات تحت ايش البيكتشر بروفايل اللي انتم بتفضلوه وايش بتحبوا انكم تستخدموه. وبس هذا كل شيء كان عندي اليوم، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. اذا استفدتوا منه ما تنسوا تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة واكتبوا لي تعليقاتكم في الكومنتس تحت، واذا في عندكم اي سؤال اكتبوا لي اياه كمان في التعليقات تحت. وشكرا جزيلا ونراكم قريبا.